الامرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياويه بريس. En tant que parent d'élèves participant dans ce programme de jeunes ambassadeurs, je tiens à remercier beaucoup l'école, l'initiative qui est prise pour les enfants. Ça sera pour une occasion de découvrir leur potentiel à la fois et en même temps s'intégrer dans la vie du monde international. Ça sera pour eux une occasion aussi de connaître comment ça se passe les choses ailleurs au niveau des Nations Unies, sachant bien sûr qu'aux États-Unis, c'est là où on fait de la formation et de développement pour les leadership. On souhaiterait que ça sera vraiment des vrais leadership parce qu'on en a besoin d'ici une dizaine d'années. Nous avons effectivement des leaderships, mais qui ne sont pas formés depuis le début, qui n'ont pas découvert leur potentiel. Donc voilà, je tiens à remercier beaucoup l'école pour cette initiative. Cette école-là qui s'inscrit dans un contexte de développement des jeunes ambassadeurs, c'est-à-dire qui va leur permettre en fait à connaître l'autre monde, à nouer des relations avec d'autres ambassadeurs des autres pays. Donc en fait, on est très fiers en tant que parents, même s'il y a un peu d'affection parce qu'on n'est pas. On a un peu le trac parce que c'est la première fois que nos enfants vont quitter le pays. Voilà, donc généralement on est très fiers. On n'a qu'à remercier tous les membres de l'administration et tous les responsables de lycée Galilée et Vivendi. Salam alaikum, je vous présente Hicham Smad, je suis le père de Yasmine Smad qui participe à la réunion de les jeunes maghrébins qui vont participer à cette réunion à New York. Cette réunion a commencé à une durée de 4 jours. Il y a 2 mois de l'éducation ici au Maghreb qui a commencé le 7 في الرباط ومن بعد عندهم أسبوع ديال الوركشوبس يعني العمل الجاد في الأمم المتحدة في نيويورك ومن بعد يرجعوا عاوتاني باش يكملوا التكوين ديالهم هنايا وحاجة أخرى هي منهم غادي يتنقاو شي وحدين يتخاطوا منهم شي وحدين اللي غادي من بعد يديروا واحد ستاج في المقر ديال هاد انترناشونال ديبلوماتيك اكاديمي في ايطاليا ان شاء الله. انا جيت سعيد لان بنتي غادي تشارك لانني انا مشيت لهاد الامم المتحده وانا عندي 18 عام يعني هذه مده طويله ولكن كسياحه وكان واحد المجهود كبير درته باش نوصل تمايا ونشوف وكنت تبهرت بهذا المقر هذا وبالعمل اللي معمل تمايا وبالانجازات ديال هذا المقر وانا كنت نحلم بان واحد النهار ان اولادنا يشاركوا ها هو دابا البنت ديالي تتشارك مع مجموعه فيفالدي غاليلي اللي حنا تنشكروها بزاف على راسها الاستاذ جميل مدام بحيت مدام قرشي وما نساوش ان الاكثريه ديال هاد الاطفال اللي غادي ان شاء الله غادي دازو بعدا قبل ما يوصلوا لليسي غاليلي دازو من فيفالدي يعني ونشكروا مدام شارديلي المديره ديال فيفالدي ومدام مكرم يعني ان هاد الدراري هادو ما وصلوا لهاد الدرجه من بعد واحد السنوات ديال التكوين هنايا والاباء ديالهم تماما دونك حنا وما نساوش اخر حاجه هي ان هاد التلاميذ هادو هما مستقبل المغرب يعني لان في الماضي في المغرب كنا تنفكروا بواحد الطريقه ديال خاصنا انجينيور يعني مهندس وطبيب دابا ولينا تنكونوا ان شاء الله يعني دبلوماسيين يعني ما غاديش تبقى شي اي هاد الدبلوماسيه شي حاجه يعني تحلموا بها اولا شي حاجه غريبه غادي تولي شي حاجه زعما ملموسه لان الشباب دابا غادي تكون فيها الدراري اللي عندهم 15 عام 16 عام حاجه كبيره يعني ان مغاربه ديال 15 16 عام يمشيو يشاركوا في نيويورك بجانب امريكيين وكنديين وسويسريين يعني ان هذه قفزه نوعيه كبيره للمغرب يعني ان من هنا واحد 10 سنين 15 عام راه غادي نلقاو وحدين من هادو تيمثلوا المغرب في الامم المتحده وتيدافعوا على الحقوق ديال المغاربه تمايا وهذه اكبر انجاز ديال هاد المهمه هذه ديال غاليلي فيفالدي هي مشاركه فاشي لان هادشي تيتوجد هذوك الدول الاخرين الى سابقنا لانهم تيبداو بكري مع الدراري ديالهم من السن ديال 14 15 عام وهادو تيبداو في اللغات لان هاد الدراري هادو كلهم باش يمشيو تما فعملوا عمل كبير في اللغات الانجليزيه العربيه الفرنسيه دونك هادو كلهم لغات رسميه في الامم المتحده بزياده على هاد التكوين اللي داروا في الكوميونيكاسيون والمسائل يعني هادشي كله غادي يرجع بالخير على البلاد وعلى المستقبل المغرب دونك هادوك الناس كاين بعض الناس اللي في المغرب تيقولوا ان المغرب ما غادي فين انا تنظن انا ماشي متفق مع هذا كاين واحد لا غوليف جايه ها هي تتكون دابا في فيفالدي غاليلي ها هي تتكون
تكون في مدارس اخرى في المغرب، لان الفوج ديال المغاربه غادي يكون فوج كبير، 130 شاب، فهذه شي حاجه كبيره في المستقبل بالنسبه، وخاص المغرب والمغاربه والشباب كلهم يعرفوا هذا الشيء، باش لان هذا الشيء غادي يحفز جميع المغاربه في كل شيء المناطق انهم يديروا واحد المجهود باش يوصلوا حتى هما لهذا الشيء، وتنتمناو خير في المستقبل. الوغ هذا البرنامج هو برنامج عالمي ديال سفراء المغرب اللي غادي يمشيو، سي لا بروميير فوا، هي اول مره سابقه. والكوليج ليسي غاليلي كان من بين السباقين لهاد المشاركه في هاد الظاهره. الوغ تختاروا وليدات ديالنا 12 واحد اللي غادي يمشيو، ومن بين المتفوقين كانت من شروط المسابقه انهم تكون عندهم الثقافه العامه باللغه الانجليزيه، وابانوا على واحد المستوى عالي في الخطاب وفي المعامله وحتى في الاخلاق. ومن اللي غادي يمشيو ان شاء الله تماك لنيويورك عندهم واحد البرنامج مكثف اللي هو 4 ايام ديال الوركشوب، يعني غادي يخدموا، وغادي يبدا هاد الوركشوب 28 فبراير. غادي يكون اون اتوندون يتسناو الافواج اللي غادي تجي من جميع يعني مدن المغرب، 130 مغربي ومغربيه غادي يشاهدوا هذه التظاهره العالميه اللي غادي يفتخر بها، وغنفتخروا بوليداتنا ان شاء الله ملي غادي نمشيو لتماك. المشاركه تكون فاش من هيئه؟ يعني في هيئه الامم المتحده غادي يكون عندهم اجتماعات مكثفه، واحد البرنامج اللي هو مليء بالاعمال واللقاءات، وهذه اللقاءات غادي يكون فيها مشاورات، وغادي ياخذوا بالاراء ديال سفراء يعني المغرب اللي هما سفراء اللي هما صغار في السن ولكن كبار في العقل، وكبار في دائما لا جونيس، يعني الشباب هو اللي كيعطي الدفعه، وهما باغيين يعطيو الدفعه لهاد الناس هادو. وحنا كآباء وكأمهات ما كان يعني غير كنشجعوا هاد الدراري باش يشجعوا هاد الوليدات وهاد الاطفال، باش ان شاء الله يعطيو احسن صوره على المغرب، لا في التعامل، لا في الاخلاق، لا في المستوى الثقافي. وكنشكروا جزيل الشكر للجروب ديال فيفالدي غاليلي، والمسؤول الكبير اللي هم المدير الرئيسي مسيو جميل اللي دفع بهاد لا جونيس انها تبان وتعطي واحد المردوديه. كنشكروا جميع الاطر، لان هاد الدراري هادو ما وصلوش غير هكا، كاينه اطر تربويه اللي في الظهر ديالهم كتشجعهم وكتدفعهم وكتعطيهم كل نهار نصائح. وكنشجعوا كاع المسؤولين والاباء والامهات اللي واقفين مع وليداتهم، والشكر الجزيل الاول والاخير كيبقى لهاد الوليدات والطموح ديالهم.